السلام عليكم خوتي وخوتاتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي كالعاده مواضيع هامه للغايه امريكا تعمل جاهده على احباط محاولات الجزائر الدفاع عن فلسطين الان في نيويورك وأنا اتحدث لكم على هذا الامر اكثر انا خوتي ولسبب غريب امريكا راح تحلل العالم باش يخلي باش تخلي اسرائيل تضرب ايران يعني اصبح الان مقزز حركات الدفاع الامريكيه على اسرائيل صراحه ورح تحدث الكثير من الحركات يعني ليس فقط هجوم على ايران وانما هنالك هجوم محتمل على رفح ايضا الان الشعب الاماراتي يعي ان هذا الاحداث لا يصرالهم من فيضانات وطوفان يعني كل ديرانهم غرقت هي عقاب من الله لانهم خذلوا فلسطين وذكر بروكم يعني المواطنين تاعهم يعترفوا بنفسهم ايضا راح معكم فيديو لبطل جزائري ينقذ عجوزه في عمرها 97 سنه في فرنسا والكبش الروماني خاوتي يدخل بقوه للجزائر والاسعار راح تكون في متناول الجميع ايضا فيديو غريب جدا محاوله اغتيال الرئيس الايراني ولا شيء غريب جدا يحدث نشاركم معكم الامر بالفيديو اذا كان الوقت نشارك معكم فيديوهات اخرى مهمه للغايه باش نرد على ابواق المخزن كما شفتوا خاوتي هذه هي ابرز عناوين اخبار اليوم وباش تعرفوا كامل لازم يعني ديرونا لايك وتشاهدوا وتقعدوا معنا حتى الاخر الله يحفظكم خاوتي شكرا وبلا ما عليكم يلا للتفاصيل مباشرة خاوتي شوفوا معي هذا الفيديو يعني هذا مشهد من استعراض الجيش الإيراني ويعني حركة غريبة جدا جيت هذي تعمل كافحة شغب شوفوا رامدين لها التحية بدأوا قاعدوا لها التحية هذي في إيران وكان هناك هين الوفد الإيراني يعني وزراء كبار تاع إيران وكان معاهم الرئيس الإيراني أيضا قال لك هذا مشهد من استعراض الجيش الإيراني صباحا اليوم وشوفوا كيف تعرضوا للضرب بالمياه من طرف هذه تاع مكافحة الشغب رغم أنه راهي محاطة بالجيش الإيراني من قدامها ومن ورائها الكثير قال أنها هي محاولة لاغتيال يعني الرئيس الإيراني ولكن الرئيس الإيراني يعني راه هنا ما لحقوش هذا الضخ تاع المياه كان يضرب غير لتحت الآن وزارة الدفاع الإيرانية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة تعرش الرئيس الإيراني بالماء وقيادة الجيش والحرس الثوري بالمياه من احدى المركبات كما راكم تشوفوا معي في هذا الفيديو يعني توما خاوتي ما هو التفسير تاعكم لهذا الامر اخبروني رايكم في التعليقات غريب حقا ايضا ما مشي بينهم بانيكيين ولا بداو يجروا بشغل وكانها حركه عاديه رشيتني بالما صحيت كنت محتاجها الكثير قال انا او انا محاوله اغتيال الرئيس الايراني ربما لح لهم ليسونس باش من بعد يشعلوا كيت هذا راه ما خاوتي باينه لا ارى اي محاوله اغتيال هذه رسالة من إسرائيل يعني الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع ولا إجابات التحقيق سيندر وكي وكيكون عدنا نتيجة التحقيق راح معكم خاوتي الآن خاوتي بخصوص الجزائر وأمريكا بسبب الجزائر أصبحت أمريكا الآن محرجة ولت ما تقدرش تستعمل يعني حق الفيتو تاعها لأنها دافعت كثيرا على إسرائيل الآن الجزائر راهي تعمل باجتهاد في أروقة مجلس الامن في نيويورك بالتحديد باش تجمع الاصوات يدعموا مقترح انضمام فلسطين كعضو في هيئه الامم يعني عضو كامل الدائم كامل العضويه بلد كامل العضويه في هيئه الامم وشاركت هذا الرغبة الكثير من دول العالم عندك روسيا عندك الصين الكثير من الدول أيضا الأعضاء في مجلس الأمن حتى الدائمين وعندك حتى دول مايش أصلا في مجلس الأمن أعضاء مثلا إسبانيا الكثير من الدول دعمت هذا المقترح أمريكا ما هيش حابة تدعم هذا المقترح لأنها ستخون فلسطين آه، ستخون إسرائيل مجددا لأن ما عندهاش بزاف وافقت أمريكا على وقف إطلاق النار في غزة يعني ما درش حق الفيتو الان لانه حق الفيتو كما قلنا لكم اصبح امريكا تجد فيها حرجا بالغا بسبب الجزائر الان امريكا راهي تتعلم من الجزائر شفت بلي الجزائر راي تتحرك في اروقه مجلس الامن وراهي تسيد قنع كامل الدول امريكا راهي تسيد دير المثل قالك لك انتر انترسبت عن برقيات دبلوماسيه يعني هذه انترسبت هي جريده امريكيه وش تقول؟ واشنطن تضغط في مجلس الأمن لرفض طلب فلسطين العضوية الكاملة دون استخدام الفيتو علنا أخوتي هذا الأمر راح ينقلب على أمريكا لأنها يعني مضطرة باش تدير حق الفيتو بريطانيا ماش حابة تديره لأنها خايفة من الشعب تاعها نفس الشيء بالنسبة لفرنسا يعني ماهمش كيفين مشاكل يعني راح تقعد غير في يد أمريكا وإذا أمريكا ما حق الفيتو القرار هذا راح يمر وراح تصبح فلسطين عضوة في مجلس ولا في هيئة الأمم المتحدة كاملة العضوية بخصوص أمريكا يعني راهي تتحرك في كامل الأصعدة فمثلا بايدن الآن قالك واشنطن قد تسمح برد إسرائيل محمود على إيران محدود يعني شغل تضرب أمريكا راح توافق باللي إسرائيل تضرب إيران ضربة خفيفة وين ما يموتوش فيها زعم الدبلوماسيين ويكسروا لهم غير شوي أجهزة برك يعني هذا على حسابهم زعما زعما باش اسرائيل ترد الكرامه بصح علاه امريكا راهي تبكي على كرامه اسرائيل كيما هاك امريكا علاه ما تبكيش على كرامه تاعها هي اللي راهي اسرائيل ملحسه بها الارض كل الكلبة تاعها كل كان تاعها وين تروح تتبعها وتجري وتديفوندي عليها هنا كرامه امريكا هي راهي تتمسح في الارض وثانيك علاه ايران ما عندهاش كرامه باش تخليك تضرب بها ايران ثاني عندها كرامه ودوك راهي ريكوبيرات الكرامه تاعها لانه ايران هي اسرائيل هي اللي ضربت الاولى بصح القصة ما خلصتش هنا خاوتي يعني خليني نضربك ونسرقك ونتا مدير والو قالك وافق الرئيس الأمريكي بايدن على العملية الإسرائيلية في رفح مقابل شن هجوم محدود على إيران يعني واش قال الضرب الاول أمريكا كانت رافضة إسرائيل تدير هجوم على رفح لكن إسرائيل قالت بلي أنا ندير هجوم على رفح ونزيد ندير هجوم كبير آخر على إيران أمريكا قالت للاسرائيل قلت لها شوفي يا اسرائيل اذا هجمتي على ايران انا مش راح نقدر ندافع عليك يا اخي قالت لها شوفي انا كنت رافضتك تدخلي على رفح الان معليش تدخلي على رفح بصح ما تضربيش ايران بالطاقه الكامله اضربيها حاجه خفيفه يعني باش ما تغضبيهاش وترجع هي تعاود ترجع لك الضربه الان يعني امريكا راهي تساوم بالفلسطينيين يعني هذوك معليش راح يضربوهم ما تخالطيش بك في القويين لانه القويين اذا زعفوا احنا ما نقدروش نديفونديو عليك القويين راهي معاهم روسيا وراهي معاهم الصين فهمتوا خاوتي يعني امر مقزز صراحه بصح ايران هدت وقالت بلي كل هجوم راح تديرو عليا اسرائيل راح نردولها لها بعشرة اضعاف ما يهمنيش انا الامر امريكا راهي تحاول تتصل بالصين وبروسيا باش تقول الله الله قولوا لايران تخلي اسرائيل تضربها ضربه خفيفه برك بخصوص الكلاب اللحاسين مثل امريكا عدنا ايضا الامارات الامارات خاوتي كانت من اكبر الدول الداعمه آه لاسرائيل مؤخرا يعني في هذا الاسبوع كان عندهم طوفان يعني الشتاء عامين صبت في ليله واحده اغرقت كل مدن الامارات واسمعوا خاوتي واش راه يقول هذا المواطن الاماراتي غرقنا استغفر الله نقمه وليس نعمه اتوقع لا قاعد يصير فينا لعنه فلسطين والله خذلاننا اي والله خذلاننا خذلاننا خذلان سوى فينا كذي لعنه رب العالمين صابتنا قال <applause> لك لعنه فلسطين لعنه رب العالمين صابتنا بسبب خذلاننا وحقنا خاتي هذا هو الامر يعني ايماجينيو حادثة مثل هذه عمرها ما صرات شفت هكا كثير من الاخبار وحتى انا كنت شاركت معاكم اخبار يقول باللي يودي في الحقيقة الحكومة الاماراتية هي اللي راحت سيد تتلاعب بالسحب وزعم دارت نظام سحب يسمى بكلاود سيدنج وهذا كلاود سيدنج يعني يقوم بتغذية السحب من اجل انزال المزيد من الامطار لانه مؤخرا آه الامارات كان فيها الجفاف، لكن العملية خرجت عن السيطرة وطربقت لهم البلد. قد يكون هذا الخبر صحيح، يعني ماهوش مستبعد. سنتم رايكم خاوتي، هل ترون أن الخبر هذاك صحيح ولا ترون أن الامارات عمرها ما راح تلحق هذا النيفو تاع التكنولوجي؟ خبرونيكم في التعليقات. جزائري بطل في فرنسا ينقذ عجوز في عمرها 97. سنة شوفوا خاوتي. وي جاريف. جاريف. تقول سيلفو بلاي يعني ساعدوني ارجوكم هذا العجوزه أخوتي مسكينه وش صار جتها يعني بانيك اتاك يعني هجمه او انهيار عصبي أخوتي هل الواحد يكون في عمره 97 سنه ويصرى انهيار عصبي قادر هذا الامر يؤدي به الى الوفاه ودوك نشرح لكم واش معناتها الانهيار العصبي بصح هذا الجزائري غير سمعتك العجوزه تعيط جاي يجري يساعدها دوك نقول لكم يصور

يعني كان بعض التعليقات عاد يقولوا بلي يا حصر هذو الجزائريين اذا ديروا حاجه مليحه لازم يصور لا يا راس لا أفهم نفهم حاشاكم هذه الحركه باش تحميه هو في القانون لانه اذا كش ما على الاقل يكون عنده فيديو يثبت باللي هو كانت تعيط هذه العجوزه باش تطلب المساعده منه وراح باش يوثق كل هذا الامر عمل حركه ذكيه مية بالمية كيصور كل الاحداث ايضا خاوتي كان شيء غريب اذا ماركيتو العجوزة هذه راهي تعيط بحلقها رغم في عمره 97 سنة إلى عندها حنجرة تاع بارلور الله يبارك تعيط قد ما عندها الجيران الكلاب اللي قدامها واحد ما خمم يطل ولا يحوس واش راهي تحوس هذا العجوزة خلاوها تعيط كل كلب جزائري كان يمشي في الطريق سمعها جا يجري voulez quoi? J'appelle votre Je voulais. Vous voulez que j'appelle votre fille? Attendez. Vous avez son numéro? قالوا لك حاب نعيط لك بنتك عندها النيميرو تاعه قالت واني وحدي وبنتي ماهيش هنا وي مدام جو لا وي مدام جو لا جو فولي جو فاس كوا جو رونتر جو سوي لا افيك توا <applause> مدام نو فوز با جو سوي لا وش رومور كي وخاوتي كفر هي فيها قال لها ودي متقلقيش راني هنا وما كاين حتى ما كاين والو قال لها راكي حابه ندخل شوف واش راح تقول له قلت له والله الله اذا تقدر تصوتي مصور ادخل يعني ما قدرش تفتح له البورتاي ودوك يدخل نبنيكم <applause> كي يدخل <applause> الاخ خاوتي تقولي تقول لي بصح ايش بها يتعيط من بعد بدا يسقسيها قال لي واش تحوسي تحوسي ما عرفت اش قلت له قال عيط نعيط لك لابوليس قلت له ايه ايه معليش عيط لابوليس من بعد موراها راه عيط لامبيلونس يعني على الاقل هي نهار كانت في محنه وطلبت المساعده لقيت للجزائر الجزائر وقد تقول ايه بصح هكذا ما والو يعني ما والو حتى لما ما راح تموت ولا خاوتي الانهيار العصبي ولا البانيك اتاك تقدر تحوسوا عليه في الانترنت تصرى بزاف لل ناس يعني ربما اي واحد فيكم صارت له زعما يكون قاعد هكذا فجاه الخوف من الموت قلبه يبدا يتسارع اذا صارتكم قولوا رايكم في التعليقات خاوتي يبدا أول الامور غريبه مثلا يشوف واحد يمشي يقول لك اه راح يحوسك تاني هذا الحركه تندال عليه خاوتي بسبب الضغط المتراكم على العقل البشري يعني يبدا يتلقط يتلقط ومن بعد يطرطق على جيه ما لا تخرج على شكل تهديدات يولي الانسان يشوف بلي اه الضغط تاع قلبه يبدا يرتفع دقات القلب تبدا ترتفع ويحس روحو راح يموت مسكينة هذه العجوزه ربما ما تيماجيني راحت تموت وحدها ما طلبت المساعده وجاء الجزائري هبني مساعدتها وجاب لها كما قلنا لكم سبب تصويره هو لحماية نفسه خاوتي كان عندنا بعض المواضيع الاخرى ولكن هذا الفيديو خيرت ما نديروش طويل انا حاب نشارك معكم بعض المواضيع الاخرى بصح نشاركوها باذن الله في الفيديو القادم المهم هذه كانت ابرز عناوين اخبار اليوم خاوتي اذا عجبكم ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب واشتركونا خاوتي في القناه وفعلوا لنا الجرس هذا الفيديو راكم تشوفوه معايا هنا راح نشاركه معكم الفيديو القادم ان شاء الله نحط لكم ثلاثه اليوم صحه